استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم في دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي السيد ديفيد تومسون رئيس مجلس إدارة شركة تومسون رويترز. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين حكومة دولة الإمارات وشركة تومسون رويترز وسبل تطوير أساليب التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دور الإعلام في تقريب المسافات بين الشعوب وبناء جسور الاتصال والتواصل الحضاري والإنساني والثقافي بين مختلف ثقافات العالم، لما فيه خدمة السلام العالمي وترسيخ ثقافة التعايش وفهم الآخر دون حواجز سياسية وجغرافية وعرقية، على اعتبار أن الإنسان إنسان بصرف النظر عن انتمائه الجغرافي أو الديني. ورحب سموه بالجهات والوسائل الإعلامية التي تتخذ من دبي ومدينة دبي للإعلام مركزا لها في المنطقة، مؤكدا سموه على توفير مساحة واسعة من حرية التعبير والتحرك لجميع الإعلاميين ومندوبي وسائل الإعلام العالمية العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإلى ذلك، فقد شكر السيد تومسون صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما يحاط به المكتب الإقليمي لرويترز في مدينة دبي للإعلام من تعاون وتسهيلات لوجستية، خاصة لجهة تعاون الجهات المعنية في دبي خاصة ودولة الإمارات عموما مع المكتب الذي يعتبر من أوائل المكاتب والشركات الإعلامية التي اتخذت من مدينة دبي للإعلام مركزا إقليميا لها، حيث بات يعمل في المكتب حاليا أكثر من 350 موظفا من جميع الجنسيات، مشيرا إلى أن هناك خططا لتوسيع المكتب وزيادة عدد العاملين فيه ليتمكن من تغطية الأنشطة والفعاليات المتنوعة في دبي ودولة الإمارات والمنطقة.